مستمرين معكم وموضوع آخر أيضا مهم، الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان. كان أطلقت فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي في سوق المباركية. طبعا دكتور خالد الصالح رئيس مجلس إدارة الحملة دعا إلى الاهتمام بالفحص الدوري اللي أثبت أهميته للكشف المبكر عن الإصابة بالورم، مؤكد أن التشخيص المبكر ينقذ الحياة. طبعا الملتقى شارك فيه العديد من الجهات المحلية والخليجية المعنية بمرض السرطان، وكان هدفهم تبادل الخبرات فيما بينهم وزيادة التوعية في المجتمع. إشارة وردية حملت المعنى الأنثوي لتذكير المرأة بعملية الفحص الدوري لسرطان الثدي، وهي محاولة لرفع الوعي لديها بأهمية الفحص المبكر والتوعية بما يرتبط بمعدلات نسبة الشفاء العالية. أن التوعية تعني أن يلجأ الإنسان إلى الطبيب بصورة مبكرة إذا كان واعي بما يحدث في جسمه ويعرف العلامات الأولية للمرض، أو يعرف الوسائل المتوفرة بالكويت للكشف المبكر، وعلى سبيل المثال الموموغرام بالنسبة لسرطان الثدي. إذا المرأة عرفت أن هناك مراكز، لا سيما إذا بلغت 40 عاما وكان لديها تاريخ مرضي، يعني أمها أو أختها مصابة، فعليها أن تلجأ إلى الموموغرام المنتشرة في دولة الكويت، حتى في القطاع الخاص موجود. فإذا الموموغرام تبين أن عندها لا قدر الله إصابة، فإن نسبة الشفاء تصل إلى 90%. ملتقى للتوعية أطلقته حملة كان بمشاركة العديد من الجهات المحلية والخليجية، والذين أكدوا أيضا بأن التوعية الثقافية بشأن مكافحة سرطان الثدي فعالة في نسبة العلاج. كما يقول المثل العربي، درهم وقاية خير من قطار علاج، وما يمكن اكتشافه مبكرا نسبة النجاح فيه تتعدى 80-90%، ويوفر الكثير من الألم والجهد والمعاناة على المريض. من المهم ما بعد التوعية حقيقة هو التزام المجتمع بنمط حياة صحية، التزام المجتمع بممارسة يعني الرياضة، الغذاء الصحي. هذه العوامل دائما احنا نذكرها بشكل مستمر، ولكن للأسف لا يتم تطبيقها بشكل السليم من قبل أفراد المجتمع. وهنا قصة تبعث على الأمل لناجية من سرطان الثدي لتبلغ الأخريات بأن هناك أملا دائما بالعلاج المبكر والشفاء. أدعو كل مرأة، الفحص المبكر ضروري، الفحص المبكر هو يحميك. مرات يكون الورم صغير، نقدر بدون إشعاع، بدون لا تاخذين كيماوي تقدرين تشيلينه، أما لما يكون كبير راح تحملين أشياء وايد صعبة. هذه الحملة من شأنها زيادة التوعية في المجتمع بأمراض السرطان، وخاصة سرطان الثدي لدى النساء. إن توعية المجتمع بأمراض السرطان وخاصة النساء من شأنها التقليل من أعداد الإصابات وارتفاع نسب الشفاء. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.